السلام عليكم شباب قناة مصر الوطن العربي، معكم محمود الشرنكاوي. النهارده في حالتنا حارت عليكم مجموعة تمارين لشد ترهلات الظهر. قبل اي حاجه عشان ما احنا بتعبتين دايما، ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وفعلوا جرس توصلكم كل الفيديوهات الجديده. يلا بينا نبدا الفيديو. من قبل ما نعمل مع بعض التمرين الاول او بقيه التمارين، عايز اقول لكم ان كل التمارين اللي انا حاطط عليكم واللي احنا هنعملها مع بعض ان شاء الله فيديو النهارده هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا جدا على شد الترهلات اللي بتحصل بعد عمليه حرق الدهون في منطقه الظهر. وكمان لو عايزين تعرفوا معلومات اكتر او نصايح اكتر عن منطقه الظهر، افتحوا الديسكربشن او الوصف تحت الفيديو هتلاقوني كاتب وشرح كل حاجه بالتفصيل الممل. وطبعا لو كان عندكم اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجه يا ريت تعلق كومنت تحت وان شاء الله مش هتاخر عليكم. حلو قوي. برده دلوقتي بقى التمرين الاول اللي احنا هنعمله مع بعض محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات ب15 عد. يلا بينا. بريك. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول دلوقتي هنعمل مع بعض التمرين الثاني. التمرين الثاني برضه محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 20 عد. يلا بينا.
بريك. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول والثاني دلوقتي هنعمل مع بعض التمرين الثالث. التمرين الثالث مختلف تماما عن التمرين الاول والتمرين الثاني، ولكن برضه محتاج يعني ايه تحكم في الحركه نفسها بشكل كبير جدا. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. واخيرا هعرض عليكم التمرين الرابع والاخير. التمرين الرابع برضه مختلف عن اول 3 تمارين احنا عملناهم مع بعض، وبرضه محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا.
بريك. وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا شو ما احنا بتاعتون دايما. اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت تعالى بكومنت تحت وان شاء الله هكتب عليكم في اقرب وقت. او تقدر تتواصل معايا على موقع مكا تواصل اجتماعي فيسبوك او انستغرام ان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب تفعلوا كره توصلكم كل فيديوهاتي الجديده، وكمان ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. السلام عليكم.